امتداد النهر هذا يدعى فيكتوريا النيل، وهو قوي وعاصف يتدفق بسرعة من المنحدرات إلى المياه في الأسفل. من شلالات مورشيسون يبدأ النهر مسيرات مليئة بالمغامرات عبر براري أفريقيا الجانحة. يدخل النهر جنوب السودان، ما يجعله أكبر مستنقع في أفريقيا السد. في شرق أفريقيا إلى الصحارى السودانية يمر النيل عبر مساحات